يعطيكم العافية شباب. مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات الآن الكويت. حصلت لجنة الدعوة الإلكترونية الكويتية على جائزة أفضل مشروع في مجال الاحتواء الإلكتروني والتمكين، وذلك في مسابقة جوائز القمة المعلوماتية التي طبعا ترعاها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في اليونسكو. طبعا عن مشروع علوم ترجمة القرآن، وحاليا طبعا معنا الدكتور عبد الله العجيل رئيس ومؤسس لجنة الدعوة الإلكترونية. مساك الله بالخير محمد، يعطيك العافية. مساك الله بالنور، والله يعافيك. حياك الله بليالي الكويت. طبعا يعني نقول لك ألف مبروك على هذه الجائزة اللي نافستوا فيه 451 دولة مشارك 178 دولة، كانوا من عدة دول طبعا. صحيح، 178 طبعا أكيد. فشيء حلو هذا إنكم أنتم تشاركون وفي منافسة كبيرة. الحمد لله، شيء مشرف. الحمد لله. إحنا بداية حابين نعرف هالجائزة اللي حصلتوا عليها اللي هي ب 2016 للمعلوماتية، القمة المعلوماتية، حابين أكثر نعرف شلون الفكرة، المشروع، أهدافه، نعرف المشاهدين عن هذا الموضوع أكثر. إحنا في البداية تم ترشيحنا كنا حصلنا على المركز الأول في جائزة الكويت الإلكترونية المنبثقة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والحمد لله هذه ليست أول جائزة. إحنا الحمد لله على يعني عمرنا القصير حصلنا على 11 جائزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. العام وصلنا للنهائيات في القمة العالمية لكن لم نفوز في مشروع اللي هو المكتبة الإلكترونية الشاملة، وكان بمئة لغة. السنة هذه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى مشروع علوم وترجمات القرآن الكريم حصل على الفوز والمركز الأول في مؤسسة الكويت تقدم العلمي جائزة الكويت الإلكترونية وجائزة القمة المعلوماتية. حلو. الموقع اللي عندكم طبعا متنوع، أنا طلعت عليه قبل شوي، في إلى جانب القرآن، في التفسير كله، ومترجم إلى تقريبا 40 لغة. نعم. يعني هالمجهود هذا الحلو، شلون قدرتوا مثلا تجذبون الناس؟ شنو اللي ميز اللي موجود في الموقع هذا؟ للأمانة خاصة أن في ناس وايد دخلوا للإسلام، وعرفت منك قبل تحت الهواء كان في ثلاثة، اليوم اثنين إشهار إسلام وأمس ثلاثة كانوا. نعم الحمد لله. احنا في البداية لما قمت في تصميم مشروع الدعوة الإلكترونية قمت بتقسيمه على حسب الأهداف الخاصة في لجنة الدعوة الإلكترونية، وهي التعريف بالإسلام وتعليم المهتدين الجدد وتطوير مهارات الدعاء ونشر ترجمات وعلوم القرآن الكريم. فهذا البند الرابع، الهدف الرابع من هو اللي احنا حققنا من خلال هذه الجائزة، وقد حققنا بالأهداف الأخرى جوائز أخرى، لكن احنا موضوعنا الآن على الجائزة اللي هي العالمية المعلوماتية. لذلك هذا المشروع احنا قمنا باستخدام جميع الأدوات المتاحة. أول حاجة احنا قمنا باستخدام الموارد المتاحة المتوفرة ومتناثرة في فضاء الانترنت، وقمنا بجمع هذه الترجمات والتفاسير اللي هي بلغات متعددة من مصادرها الرسمية مثل مجمع الملك فهد للقرآن الكريم وبعض الجهات اللي هي موثقة. بعد ما قمنا بجمع هذه المواد قمنا بإعادة استخدامها على حسب الأدوات المتاحة في الانترنت، فقمنا بعمل إذاعات، وهي الإذاعات هذه الآن في السنوات الأخيرة لإذاعات الإنترنت حققت ارتفاع ملحوظ جدا في الاستخدام. كذلك عندنا اللي هو إذاعات اللي هو التيونين، وهي أكبر منصة للإذاعات في الإنترنت، اللي هو الآي تيون راديو الخاص بالهواتف الذكية الآيفون، نوكيا دايركتري. عندنا كذلك اشتغلنا على ساوند كلاود، في بعضهم ما يبي يسمع لايف مثلا، يبي يسمع شيء معين او جزئيه معينه، فالحمد لله على ساوند كلاود عندنا ما يقارب 3200 وكسور تراك. انتم كاذاعات عندكم تقريبا اكثر من 110 مقسمه، كل هذه اذاعات مقسمه كل واحده شنو تخصصها ابو محمد؟ في عندنا سبع اذاعات هو التفسير والفتاوى. تفسير فتاوى. اي نعم، في عندنا مثلا تفسير السعدي بالعربي بالروسي. عندنا فتاوى الشيخ ابن عثيمين. حلو. فعندنا بعض الامور، عندنا كذلك اللي هو التلاوات. عندنا 35 اذاعه لمشاهير القراء. عندنا القراءات
25 إذاعة، عندنا بعدين اللغات 40 لغة مغسمة، يعني عندنا 21 لغة تقريبا في باللغات الآسيوية، وعندنا 13 لغة باللغات الغربية، وأعتقد 6 أو 7 لغات في اللغات الأفريقية. طب عدد المتابعين لهذا الموقع؟ ملايين. احنا المستمعين للامانه احنا لان المتابعين يكون عن طريق الموقع فقط، ولكن عن طريق جميع هذه الادوات احنا حققنا 100 مليون دقيقه استماع من 210 دول بفضل الله الحمد لله. انت بدايتك كان متطوع في هذا المجال، وبعدين انتقلت، وحتى اللي عرفته منك انك بطب المجتمع. نعم يعني هل هو طبيب بالاساس؟ هو طبيب اكيد طبعا. فشلون التوليفه هذه صارت؟ يعني شنو وداك ابو محمد مجال الاعلام الالكتروني؟ يعني انت بعيد. انا تخصصي طب المجتمع، يعالج المجتمع بشكل عام، ويتعامل مع جميع الشرائح المستهدفه موجوده عندنا صحيا، وهذه البيانات او هذه العلم اللي موجود عندي طريقه اكاديميه تكون دارسها اكثر. دارسها فاعطتني بعد اكثر في الحياه. والعمل الحكومي للامانه يقتل الابداع والتطوير. لذلك لما يكون عندك نوليج وعلم وما تقدر تسوي شيء تشعر بضيق نوعا ما، فلذلك اتجهت الى ان امارس بعض يعني ما استطيع ان احققه من خلال العمل التطوعي مع لجنه التعريف بالاسلام. كنت حر اكثر في تقديم نعم، فتطوعت مع لجنه التعريف بالاسلام. تمام. والحمد لله الموضوع مشى، وكنت شخص واحد انا. انا ودي ارجع على نقطه مهمه جدا وجميله انا اعتز فيها. اللي هي انا مشروع لجنه الدعوه الالكترونيه بلورته وفكرتها كلها طلعت في 2010 وانا كنت مبتعث في تكميل الدكتوراه، فقمت بعمل تصميم هذا المشروع والبدء في تشغيله الكترونيا وانا في دوله وفريق عملي في الكويت. كل المشروع قام واشتغل، وحتى الان معي زياراتي نادرة وقليلة جدا للموظفين، تعاملنا كله إلكتروني، إن كان عن طريق واتساب، إن كان عن طريق إيميلات، جميع الأدوات المتاحة. فهذا شيء مميز في أنه يطلع مشروع بالطريقة هذه إلكتروني ويتم إدارته عن بعد، تصميمه وتشغيله عن بعد. أنا أعتقد هذا نجاح بحد ذاته. زين أبو محمد، يعني أنت ليش اخترت أنه يكون الشيء هذا كله إلكترونية؟ ليش ما اخترت مثلا محطات تلفزيونية تسوي لك هذا الموضوع؟ نعم، احنا العمل التطوعي والعمل الخيري موارده محدوده، والقنوات التلفزيونيه مكلفه جدا. انا قد سبق ان اضعت مشروع لتلفزيون قناه تلفزيونيه، ولكن بعد حساب التكاليف وحساب عملية الاستمرارية هذه وجدت أن الموضوع صعب جدا. التكاليف مو عليك محمد، يعني التلفزيون يغطي كل شيء سواء كان إذاعة أو تلفزيون. نعم عفوا، التلفزيون ما راح تكون، عفوا التكاليف ما راح تكون عليك، يعني التلفزيون هو اللي راح يغطي كل التكاليف سواء كان في الاذاعه او في التلفزيون. نعم، بس ادارته وتشغيله وكلفته عاليه جدا. يعني انا بس فقط اللي هو البث عبر الساتلايت انتاخذه بالسنه ما يقارب 230 الف دولار كويتي، دولار امريكي عفوا. يعني فبالتالي يعني هذه مبالغ كبيره. احنا اشتغلنا بموارد محدوده، لذلك هو هذا نقطه القوه عندنا. يعني لما ادرس اي مشروع ابحث في نقاط القوه. لو بعدين ابو محمد كان قايل قبل شوي انه يعني مقدمين الموقع كامل ومكمل ما شاء الله، يعني طلعت عليه قبل شوي عبد الله ما خلوا شيء ما حطوه في الموقع. حلو، يعني مدروس من جميع الجوانب ومغطين. يعني كفو عليكم محمد، يعني شيء فعلا شغل متعوب عليه. واللي عجبني انا اكثر لغه الخطاب اللي انتم تخاطبون فيه مختلف الديانات. صحيح، فياريت تتكلمنا عن لغه الخطاب هذه. نعم. هذا اهم شيء. نعم، احنا من خلال اهدافنا العامه الخاصه في اللجنه التعريف بالاسلام، فالتعريف بالاسلام وجدنا ان عندنا اكثر من شريحه، مثلا شريحة اللي هو الديانة المسيحية، وهذه لغة خطابها تختلف عن الملحد مثلا على سبيل المثال. فالملحد يبي تقول له بالعلم وبالمنطق، المسيحي يتقبل منك قال الله قال الرسول. صح، فاللغة أهل الكتاب. طريقة أهل الكتاب، فطريقة نقاشهم تختلف. لذلك احنا وضعنا كل شريحة وضعنا لها الأدوات والأسلوب الخاص فيها. وكذلك عندنا الهندوسية، الديانة الهندوسية، وهذا عندنا من المواقع المتميزة في الإنترنت. محمد ما قطع كلامك يبين من المتابعين اللي متابعينكم، يعني من وين؟
يبين معك مثلا يعني من خارج الكويت يبين معك العدد طبعاً. مثلا في الدولة الفلانية العدد الفلاني متابعينكم مثلا الدولة الفلانية يبين ها أكثر شيء يختار أنشر في الموقع يبين ها طبعا حلو ممتاز الأكثرية من وين أكثر من أي جهة السؤال في شوف عدة مشاريع يعني مثلا ما تقول لي موقع مثلا الملحدين زياراته تختلف عن موقع مثلا أكثر أتوقع. مش أكثر الدول تختلف بعضها الاهتمام اللي هم حابين يعني يدخلون عليه وعشان يطلعون عليه يكون مختلف عن الدول الثانيه نعم يعني تجد مثلا الدول اللي هي خاصه بالملحدين مثلا على سبيل المثال تجد الصين الدول اللي هي روسيا الاشتراكيه الدول في بالغرب وامريكا جزء كبير منها بعد كذلك لكن لما تيجي تبحث على مثلا الناس في المسيحيه فتجد لا والله في دول اوروبا مثلا امريكا الفلبين الهند مرة في فكل يعني موقع وكل شريحة مستهدفة تختلف زياراتها مشروعنا اللي فزنا فيه اللي هو مشروع علوم وترجمات القرآن الكريم أعلى دولة عندي أمريكا المستمعين أعلى دولة أمريكا أعلى دولة أمريكا نعم. حلو وزول الجائزة أنت اللي أخذتوها أنت قلت لي الجائزة راحت حق اكثر من دوله بعد مو بس الكويت نعم في نفس التخصص نعم 100 وطبعا احنا شاركنا طبعا احنا فزنا في المركز الاول في الكويت جائزه الكتريه الالكترونيه وقامت مؤسسه الكويت للتقدم العلمي بترشيح 7 مشاريع كويتيه فازت شلون دعمهم وياكم كانوا والله ممتازين ورائعين جدا وانا صراحه من خلال هذا البرنامج اود ان اتقدم بالشكر لهم لقيت عندهم الاحترافيه وصراحه انا شاركت مسابقات عديده ولكن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأخص بالذكر الأستاذة منار الحشاش عملهم مهني جدا وعادل هاي نقطة مهمة أنا دشيت مسابقات كثيرة لم أجد العدل يعني محمد أنت أول ما دشيت عليهم وكلمت الأستاذ على طول استقبلوك ورحبوا بالفكرة وكذا وحبوا يحطون تعاون بينك وبينهم على طول لا هي مسابقة تطلق يعلنون عنها أوكي. وخلال الموقع تسجل احنا سجلنا ومن خلال التصفيات مع هيئة التحكيم اللي عندهم الحمد لله رشحوا المشروع وحصلنا على المركز الأول وبعدين انتقلنا عاد للعالمية هم رشحوا 7 مشاريع من الكويت هاي 7 مشاريع انضمت إلى 451 مشروع حول العالم من 178 دولة دشوا في اليونسكو هناك أو اللجنة القائمة على التحكيم في جائزة القمة المعلوماتية فرزوا 451 والفرز الأول أو التصفية الأولى كانت 124 مشروع كنا من خلال موجودين من خلالها وبعدين التصفية النهائية الأخيرة 40 مشروع فازوا حول العالم منهم إحنا دولة الكويت حلو طيب والحمد لله دولة الكويت عفوا وأقول لك كلامك بخير هذه ليست المرة الأولى الكويت تحصل على جائزة القمة المعلوماتية العام حصل مشروع كذلك كان برشح شنو المشروع تذكره ابو محمد؟ والله ما اذكره، اعتقد السنو بول اسمه او انا ما ودي اني مشروع الكتروني نفس الشيء ها؟ اي نعم حلو اي نعم انا اللي ودي اعرف ابو محمد الحين انتم حصلتوا على المركز الاول، يعني لما توصلون للقمه الحفاظ عليها وتطويرها هذا اصعب شيء، شو مخططين انتم الحين لجدول؟ هذا سؤال مهم جدا وهذا احنا الحين اللي نعيشه هذا انا قلت لك قبل شوي قلت لك نبي نشوفك بالتلفزيون، نبي نشوف اذاعات نعم احنا شوف يعني الحمد لله يعني حتى في المؤتمر الإبداع التقني للعمل الخيري في البحرين حصلنا على وسام الإبداع في السعودية حصلنا على جائزة الوسطية لأن احنا برضو ندعو ونخاطب بمنهج وسطي الآن بعد حصول الجوائز هذه الآن نعمل على إطلاق مشروع يخاطب المطورين والمبرمجين يعني احنا في السابق كنا نخاطب الشرائح الموجودة العادية العامية الآن نريد أن ندير الاحتواء الإلكتروني عبر اللي هم المبرمجين والمطورين بأن نوفر لهم المادة الصحيحة والمراجعة وبأن تكون على هيئة تقنية بيستطيع المطور والمبرمج أن يأخذها ويستخدمها في مشروع إن كان تطبيق إن كان موقع إن كان شيء بكل يسر وسهولة وعندنا في مشروع القرآن الكريم عندنا اللي هي الإضافة نسميها الإضافة البرمجية اللي هي الورد بريس منصة من أكبر منصات اللي هي للمواقع الإلكترونية تقريبا 20% من المواقع الإلكترونية حول العالم بهذا النظام هذه الإضافة عملناها موجودة في الإذاعات أي واحد أي صاحب موقع يريد أن يشكل أو يضيف قناة إذاعة للقرآن الكريم حسب اللغة حسب أي لغة يحتاجها يستطيع أن يضيفها خلال دقيقتين فقط
بس جدا. والان هذه الاضافه قد تم تركيبها في 8000 موقع لحد الان. دكتور عبد الله انا شاكر لك امانه وعسى الله يوفقكم ان شاء الله بمشاريعكم والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك. هذا المشروع حاب تقول كلمه قبل ما نختم؟ نعم تفضل. انا الامانه اود ان اتوجه بالشكر لكل الداعمين للجنه الدعوه الالكترونيه، واحنا بحمد الله وفضله نعتبر من اكبر اللجان الخاصة بالتعريف بالإسلام التي التقنية في العالم الإسلامي. لذلك هذا المشروع نوعي ويحتاج إلى دعم من جميع الجهات، إن كانت جهات شركات أو أفراد أو أيا كان. فالدعم جدا مهم بالنسبة لنا للاستمرارية، والحمد لله احنا طعمنا عملنا خلال عمرنا القصير الخمس سنوات هذه ب 11 جائزة محلية وإقليمية ودولية. لذلك احنا اوجه خصوصا في قرب موسم رمضان الان اوجه الدعوه لجميع المشاهدين والمتابعين لنا بدعم اللجنه بشكل اكثر فاعليه، لنستطيع ان نحقق اكثر من ذلك باذن الله بتعاون الجميع معنا ان شاء الله. باذن الله من خلال برنامج ان شاء الله الاهلي الكويت ان شاء الله بيلك دعم ان شاء الله والناس تتواصل وياكم. شكرا لك. موفقين ان شاء الله ونورتنا الاهلي الكويت. شكرا لكم. يعطيكم العافيه. سعيد بوجودي معكم. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بعدنا مكملين فقراتنا، والحين فقراتنا راح تكون مع المربيه الفاضله سيده سعاد سيد رجب الرفاعي، اول وكيله لوزارة التربية. تاريخ كبير. طبعا تاريخ هي كبير طبعاً سيدة طبعاً سعاد في مجال التربوي. كل هذا مع زميلة غادر سوقي متابعه.